وخلال الحفل حرص الفنان محمد رمضان على تقديم تحية للفنانة هالة صدقي بعدما أخبره الجمهور بتواجدها. وقال محمد رمضان: أمي حياتي يا صفصف، الممثلة العظيمة هالة صدقي، واللي ممثلش معاكي ممثلش والله، تحياتي. وكتبت هالة صدقي تعقيبا على الفيديو الذي نشرته على حسابها على انستجرام: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني. الجمهور نادى عليه وقال له: أمك هنا. وعلى الجانب الآخر يعرض لمحمد رمضان في دور العرض السينمائي أحدث أفلامه عزيرو. تدور أحداث فيلم عزيرو حول حمزة الذي لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، لكن حالته المادية متعثرة. ثم تطور الأحداث ليصبح واحد من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية. فيلم عزيرو من بطولة محمد رمضان ولين